اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم رحق الكلام، والتي نخصصها لمناسبة المولد النبوي الشريف. في الإضاءة التاريخية لهذه الحلقة نستأنف نزهتنا مع الأديب والمؤرخ عبد العزيز الفشتالي، والذي بلغ الذروة وهو يصف المراسم الدينية والفنية للاحتفال بليلة المولد في عصره في ظل الدولة السعدية، حيث يكتب في رقة تصوير وبلاغة نقل، يقول: فإذا استوت الورود واصطفت الصفوف وتقاربت الأجناس وتألفت الأشكال ورضيت مقاعدها الصراح، تقدم أهل الذكر والإنشاد، يقدمهم مشائخهم من بعد أن يفرغ الواعظ من قراءة ما يناسب المقام من الاستفتاح بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وسرد معجزاته والثناء على شريف مقامه وعظيم جلاله، واندفع القول لترجيع الأصوات بمنظومات على أساليب مخصوصة في أمادح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يخصها العرف باسم المولديات نسبة إلى المولد النبوي الكريم. نعم، قد لحنوها بألحان تخلب النفوس والأرواح وترق لها الطباع وتبعث الانشراح في الصدور والأشباح، وتقشعر لها جلود الذين يخشون ربهم، يتفننون في ألحانها على مذهب تفننها في النظم. فإذا أخذت النفوس حظها من الاستمتاع بألحان المولديات الكريمة، تقدمت أهل الذكر المزمزمون بالرقيق من كلام الشيخ أبي الحسن الششتري رضي الله عنه وكلام غيره من المتصوفة أهل الرقائق. كل ذلك تتخلله نوبات المنشدين للبيتين من نفيس الشعر، يتحينون به المناسبة بينها وبين ما يتلى من الكلام عند الإنشاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الذي لما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وظهوره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صلبة آمنة سورية، وخصصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي بالسماوات والأرض بحملها لأنواره التاتية. اللهم صل على سيدنا استقرت شهرة طاهرة نقية في صرفة آمنة الأمينة الناظرة السورية، وقع الأهد والطمان لآل الأرض بالأمان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الذي لما استقر شهرة طاهرة نقية
في صربد آمنة أمينة ناظرة الزرية نودي في جميع مواسم أبشروا بظهور أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعظم وكرم ومجد وفخم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تننه النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء إنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب سيد بني زهرة فضلا وشرفا المرأة التي حازت شرف الحمل بسيد العالمين وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنها آمنة الطاهرة الزهرية كما يصفها صاحب ربيع القلوب في مولد النبي المحبوب ذلك أنها نالت شرف الاصطفاء لحمل سيد الخلق وأفضل الأنبياء نعم رحم طاهرة خيرة عن ابن عباس قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل فقال عبد الله أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب أقام عندها 3 ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت ما صنعت بعدي فأخبرها فقالت والله ما أنا بصاحبة غيبة ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد فصل اللهم على أحمد الهادي المجتبى الكريم الأصل أما وأبا وعلى آله الكرام والصحبة أترككم مع وصلة مديحية في شرف الحمل به صلى الله عليه وسلم على نغماتها أحييكم طاب يومكم والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته والله ما حملت أنثى ولا وضعت كاشفي أحمد من خاص ومن Oh.
السرور لنا والفضل والنعم الكريم كذا سماه من قبل ما يجري به القلم لا إله الله
أقول بوصفي في الرسول وقد أتلى عليه إله واحد حكم. شمس وما لاحت غروب البرق يبتسم لا